فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا تزدحم المساجد بالمصلين فيضطرون للصلاة في الطرق والشوارع التي حول المسجد، فهل هذا صحيح وجائز؟ هذا إذا كان في مسجد أخرى فلا يجوز لهم يصلون في الشوارع، يروحون للمساجد الأخرى، لأن بعض الناس يجتمعون على إمام واحد لأن صوته زين أو ما أشبه ذلك، أو أن خطبته تشجعهم لا يجوز هذا إلا عند الضرورة. إذا ما وجد جامع، إذا ما وجد إلا الجامع هذا، فلا بأس بالصلاة في الشوارع مع اتصال الصفوف داخلا وخارجا، لا بأس، أما من غير حاجة لا يجوز هذا. نعم.